السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير والصحة والسعادة. النهاردة إن شاء الله زي ما متعودين هيكون معانا فكرة جديدة وديكور جديد، وإن شاء الله الكل يستفاد معانا النهاردة من الفكرة بتاعتنا. الديكور بتاعنا يا شباب هيكون ديكور فكرته جديدة وهيكون مفيد للجميع، لأن أنت تقدر تاخد نفس الفكرة وتشتغل بيها في جميع أعمالك. فعاوزين كده الكل يركز معانا. اول حاجه يا شباب، ببكره اللاصق والمتر، وبناخد مقاسات لثلاث لوحات. تمام يا شباب، انا هنا مش هديك مقاسات معينه لان انت بتشتغل على حسب المساحه اللي انت شغال عليها، بس الموضوع هيكون عباره عن ثلاث لوحات بالشكل اللي هتشوفوه حضراتكم كده. اهو يا شباب انا بقسم الديكور بتاعي على ثلاث مساحات بالشكل ده كده يا شباب. هو الكل يركز معايا، الموضوع سهل وبسيط. اهو انا هنا الديكور بتاعي في الجدار اللي انا هشتغل عليه، هقسم ثلاث لوحات بالشكل ده كده وسط وسط الجدار بتاعي. تمام، في الوسط كده على ارتفاع معين، وبتاخد الثلاث لوحات بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. طبعا انت ممكن تخلي اللوحة 50 سنتي، ممكن تخليها 60 سنتي، ممكن تخليها 70 سنتي، على حسب المساحة اللي انت شغال عليها. تمام يا شباب، وبنيجي في اللوحتين اللي من على الشمال ومن الاسفل بنخليهم بسوا بعض بالشكل ده كده يا شباب، ومن على اللوحتين اللي من على اليمين من الاعلى بنخليهم بسوا بعض بالشكل ده كده يا شباب. اهو يعني من الاسفل بناخد اللوحتين اللي من على الشمال نخليهم بسوا بعض، ومن الاعلى بناخد اللوحتين اللي من على اليمين بنخليهم بسوا بعض. وبنيجي نعمل نقص كده 10 سنتي من ارتفاع اللوحة، وبناخد التب. اهو انا هنا بديك المعلومة على السريع، اكيد ناس كتيرة فاهمة الفكرة. وبنيجي من اللوحة اللي على الشمال خالص وبنعمل نقص 10 سنتي، وبناخد اللزج بتاعنا بالشكل ده. وبعد ما بننتهي من تخطيط الثلاث لوحات بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه كده، بنبدأ نجيب اللزق بتاعنا والجورنال او ورق معين، وبنغلف بيه اللوحات بتاعتنا. تمام، لان احنا هنشتغل الشغل داخل اللوحات، مش عايزين الالوان بتاعتنا تطلع خارج اللوحة. هنخلص معاكم التغليف ونرجع لحضراتكم تاني. وبعد كده بعد ما انتهينا من تغليف اللوحات بالشكل اللي شايفينه كده، هنبدأ نخطط التصميم بتاعنا او الرسمة بتاعتنا. الرسمة بتاعتنا النهاردة هتكون عبارة عن فازة ورد 3D. تمام يا شباب، فعاوزين كده الكل يركز معانا. اول حاجة طبعا بنبدأ بيها شكل الفازة نفسه، وهيكون بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. دي بداية الفازة من الاعلى، وبعد كده بنرسم باقي الفازة او باقي جسم الفازة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. ده شكل الفازة بتاعتنا. تمام، وزي ما قلنا الفازة بتاعتنا بالورد هيكون شغل 3D. وبعد كده يا شباب بنبدأ برسمة اول وردة، اهو وردة عادية خالص ما فيهاش اي صعوبة ان شاء الله بالشكل ده كده. ونعمل كده تانية كده الورقة من الورقات، ونعمل نفس الوردة كده من على الناحية التانية. بالشكل كده سهل وبسيط، ونعمل برضو نفس التانية بالشكل ده كده. تمام يا شباب، ونبدأ طبعا نعمل للورد الفروع بتاعتها كده اللي هي داخلة داخل الفازة، ونزود كام فرع كده لان هيطلع منها شغل تاني، ورود تانية كده مكفولة بالشكل ده. طبعا الشكل في النهاية تقدر تعمل له سكرين شوت عشان تخطط منه بعد كده، او انت حابب تدخل اي اشكال وردة تانية مختلفة عن كده مفيش اي مشاكل. وبعد ما انتهينا من تخطيط الرسمة بتاعتنا، هنبدأ نشتغل في الالوان. انا هنا جايب درجة رمادي داخلة على موف شوية. تمام،
والخامة اللي انا شغال بيها دي خامة الدوكو، والدوكو ده اللي هو طلاء السيارات او دهانات السيارات. تمام يا شباب، ملحوظة بس قبل ما نشتغل في الالوان، انا هنا شغال باللون الاسود علشان الفيديو. انا ما انصحش اي حد يشتغل في الشغل بتاعه بالقلم الاسود، احنا هنا القلم الاسود مش محتاجينه في الشغل بتاعنا نهائيا. تمام، انت بتشتغل بالطباشير او القلم الرصاص. تمام يا شباب، ونبدأ طبعا نحدد اللوحات بتاعتنا باللون المطلوب. داير كده بالشكل ده كده يا شباب، وبنعمل تخبيرة. وبعد ما بننتهي من عمل الظلال او التخبيرة حوالين اللوحات بالشكل اللي شايفينه حضراتكم، انا هنا قاصد ان انا اغمج اللوحات بتاعت، لان في شغل بالفاتح هيكون في الاماكن دي يا شباب. تمام، بعد كده بنجيب لون الفازة. انا هنا الفازة هشتغلها باللون الازرق الغامق، ازرق وعليه اسود. تمام يا شباب، وبنبدأ نملى الفازة بتاعتنا او نملى اللون بتاع الفازة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. وبعد كده بنجيب اللون بتاع الفرع بتاعنا والاوراق الموجودة معانا. حابب تشتغلها بالاخضر ماشي، بالبني ماشي، مفيش اي مشاكل. انا هنا جايب الاصفر الاكسيد. تمام يا شباب، الاصفر الاكسيد او الاصفر الجبلي او الجمل. تمام، وبتبدأ تشتغل الفرع بتاعك. لسه طبعا الفرع نفسه فيه شغل تاني، واي اوراق كده معاك. انا هنا مش هشتغلها بالاخضر، هشتغلها بنفس اللون بتاع الفرق. وبعد كده هنبدأ نلون الورد بتاع الفازة بالشكل اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي. واللون اللي موجود معايا ده اللون الوردي. اللون الوردي بيجي من الأحمر والأبيض وسنة موف. في ناس بتجيبه من الاحمر والابيض بس، مفيش اي مشاكل خالص. تمام، انت حابب تشتغل وردة كشميري ماشي، وردي، موف، تركوازي، برضو مفيش اي مشاكل. هيكون على حسب المكان اللي انت شغال فيه وتنسيق الالوان بتاعك، لكن اللون اللي موجود معانا ده لون وردي. طبعا حابب تملأ الورد بالفرشة والبلاستيك، برضو مفيش اي مشاكل خالص. ده اللون الوردي زي ما شايفين حضراتكم، بيبقى باللون ده كده. وبعد كده يا شباب بنجيب اللون الغامق بتاعنا، وهنبدأ نشتغل التأثيرات بتاع الوردة بتاعتنا. طبعا التأثيرات شرحناها كتير لحضراتكم، بنبدأ كده واحدة واحدة، ونبدأ طبعا نعمل ظلال. لسه طبعا الورد بتاعنا هيكون فيه ظل ونور، بنستخدم فيه طبعا الأسود والأبيض زي ما عارفين، وده اللي بيظهر الوردة بتاعتنا في النهاية. أنا هنا ببدأ أعمل الأماكن الغامقة أو الأماكن اللي معرضة للضوء على خفيف كده يا شباب، واحدة واحدة اهو، بنظهر التانيات بتاع الوردة بتاعتنا. طبعا كل الشغل ده مش هيظهر الله في النهاية، عاوزين كده الكل يركز معانا عشان تقدر تطلع نفس مستوى الشغل ده في شغلك بعد كده. اي شغل تشتغله سواء ورد او طبلوهات او اي شيء، تقدر بنفس الطريقة تطلع الفينش بتاعه.
وبعد كده يا شباب بنجيب اللون الأسود ونبدأ نعمل الظلال بتاعتنا ونجسم الرسمة بتاعتنا، لأن زي ما قلنا في بداية الفيديو الرسمة بتاعتنا فازة 3D. تمام، ونبدأ باللون الأسود ونيجي في أماكن اللي هي أكتر أماكن معرضة للظل، وبنبدأ نعمل الظلال بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. وطبعا الناس اللي هي أول مرة ترسم الرسمة ومش عارفة فين أماكن الظل وأماكن النور، يا ريت يكون معاها صورة. تمام، وبتشتغل منها. اه يا شباب بالشكل ده كده اهو، لسه طبعا الضوء أو النور هيظهر معانا الرسمة أكتر من كده وهيجسم معانا الرسمة أكتر من كده. نفس الكلام يا شباب الفروع بتاعتنا كده نبدأ نجسمها معانا ونعمل لها التأثيرات بتاعتها. المكان ده طبعا معرض للظل أكثر، مكان عميق، فلازم تعمل العمق اللي شايفينه حضراتكم كده. وطبعا بتكمل الفروع بتاعتك بالكامل. وهنا طبعا الوردة بتاعتي أنا هنا هعمل جزء هنا هيكون غامق خالص بالشكل ده، لان هنا هيكون فيه ابيض، فانا متعمد ان انا اغمق الجلب بتاع الوردة بالشكل ده لان فيه شغل ابيض في جلب الوردة هتشوفوه حضراتكم في النهاية. وهنا يا شباب بعد ما انتهينا من عمل الظلال او الظل هنبدأ نشتغل في الضوء، وده اللي هيظهر معانا الرسمة بتاعتنا. وطبعا يا شباب بعد ما بننتهي من الضوء هيكون في اهم مرحلة في الفيديو بالكامل، اللي هي هتكون بعد عمل الضوء. فاللي حابب يقدم الفيديو ويوصل للمرحلة الاخيرة ديت ويشاهد الخطوة الاخيرة مفيش اي مشاكل، اللي حابب يكمل معانا ويستفاد في الفيديو مفيش اي مشاكل. تمام يا شباب، وهنبدأ طبعا نشوف اماكن الضوء فين، وبندي نسبة ضوء بالشكل ده كده. هنبدأ نجسم باقي الرسمة بتاعتنا ونظهر الورد بتاعنا. هنا طبعا المكان ده معرض للضوء، بالشكل ده كده يا شباب اهو، يا رب يكون ظهر لحضراتكم. وبنيجي في الورد بتاعنا وبنبدأ نظهر الورد بتاعنا ونشوف أماكن الضوء فين. طبعا هنا الوردة بتاعتي عامل لها ضوء هنا زي ما يكون متنية كده. اهو يا شباب، طبعا لازم نكون عارفين فين اماكن الضوء وفين اماكن الظل عشان الرسمة بتاعتنا تطلع صحيحة وتطلع شكلها كويس في النهاية. وده المكان الغامق اللي احنا قلنا عليه لحضراتكم اهو، بنعمل فيه البراعم اللي بتبقى موجودة في قلب الوردة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. تمام يا شباب، بدأت تظهر الرسمة اهو، الأبيض بتاعنا ظبط الرسمة شوية. بعد ما انتهينا من عمل الضوء بالشكل اللي شايفينه حضراتكم، طبعا انت حابب تخفف الابيض عن كده مفيش اي مشاكل خالص، بنبدأ نعمل نجوم، بلورات، اي شيء بنضيفه تاني مع اللوحة. ماشي، حابب تسيب اللوحات بتاعتنا على كده مفيش اي مشاكل، لسه طبعا الخطوة المهمة في نهاية الفيديو مش عايزين حد يستعجل. تمام، هيكون في خطوة تاني هي اللي هتخلي اللوحات بتاعتنا شغل 3D 100%. طبعا انا هنا هضيف النجوم، والنجوم دي شرحناها كتير قبل كده، بس انا هضيف حاجة كده على السريع.
تظبط الغوامق بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. وهنا يا شباب هنكون وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي احنا قلنا عليها لحضراتكم، وهي ان ازاي نجسم اللوحات بتاعتنا ونخليها لوحات 3D. تمام يا شباب؟ باللون الأبيض أول مرحلة، وهناخد الجزء العلوي والجزء اللي من على اليمين، ده الضوء بتاعه، وهيكون فيه ظل من على الشمال ومن الأسفل. تمام؟ فاحنا هنركز في الأعلى ومن على اليمين باللون الأبيض كده، وبنسيب حوالي سنتي ونص أو 2 سنتي، وبنبدأ نشتغل بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده على اللوحة بتاعتي قبل ما أشيل الجورنال. تمام يا شباب؟ اه يا شباب بالشكل ده كده، ومن على اليمين من الأعلى ومن على اليمين. وبعد كده بنيجي في الزاوية وبنعمل زاوية كده بنعمل فيها سن الضوء. تمام؟ الكلام ده يا شباب هنعمله في الـ3 لوحات من الأعلى ومن على اليمين. تمام؟ هنخلص اللوحات بنفس الطريقة كده اللي احنا عملناه في أول لوحة من الأعلى ومن على اليمين، ونرجع لحضراتكم تاني. وبعد ما انتهينا من عمل الضوء بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم، هنبدأ نعمل الظل، والظل هيكون من الأسفل ومن على الشمال. تمام يا شباب؟ يعني بنيجي على الناحية الشمال بالشكل ده، ونسيب حوالي 2 سنتي، وبنبدأ نعمل الظل بتاعنا. اه يا شباب الشغل هيطلع احترافي في النهاية ان شاء الله، مش عاوزين حد يستعجل. وبنعمل نفس الكلام الزاوية اللي هنا، وبنقطع الزاوية اللي هنا، والزاوية اللي هنا كده يا شباب. وبعد ما انتهينا من عمل الظل والنور للوحات بتاعتنا، هنبدأ نشيل الجورنال واللزق قدام حضراتكم كده عشان تشوفوا النتيجة. وبكده يا شباب بيطلع الشكل النهائي لوحات 3D بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا انا هنا حابب ازود حاجة زيادة للي حابب يزودها، هعمل ظل خارجي. احنا عملنا ظل ونور داخلي، هنعمل حاجة اسمها ظل خارجي. الظل الخارجي ده شباب حابين تضيفوا قطعة خشب وتعملوه، او لاصق وتعملوه مفيش اي مشاكل، انا هنا هعمله عشوائي بدون اي حاجة. بنعمل ظل خارجي من ناحية الاسفل وناحية الشمال. بالشكل ده كده يا شباب هيدينا كأن اللوحات دي بارزة عن الجدار. حابب انت تخفف الأسود شوية اهو مفيش أي مشاكل، هيديك تأثير أحسن. وبكده نكون انتهينا من الفكرة بتاعتنا النهاردة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده، لوحات 3D شغل طبلهات أو لوحات 3D. الطريقة سهلة وبسيطة. يا رب الفكرة النهاردة تكون عجبت الجميع. ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشجيع لنا ودعم للقناة. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا ما ينساش يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان أي جديد يوصل لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.